الله يعلم ما نشكو من الألم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذه اللحظات الطيبات المباركات، وفي موطن من مواطن الطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى. ومن يوم الخميس 2/5/2024، يوم من الأيام التي ترتفع فيها الأعمال الله سبحانه وتعالى، تقوم مؤسسة 7 سنابل بتوزيع قروض غذائية على خيام النازحين والتجمعات السكانية وسط قطاع غزة. من أعماق قلوبنا بنقولكم جزاكم الله عنا خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم وفيما تملكون، ويكتب لكم سهما في تثبيت إخوانكم وسهما في تحرير المسجد الأقصى المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحياتنا لكم من وسط قطاع غزة، استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله